ثانية واحدة. خلاص بقى صوت. الحمد لله وبفضل الله مجرد صدور القرار والتوجيهات معالي الوزير المحافظ اللواء الدكتور خالد مجاور، تم تحرك جميع الاجهزه المعنيه من التمويل، مباحث التمويل، السيد اللواء محمود هشام مدير الامور، رئيس المدينه، اداره الازمات، تم التحرك والمرور على البنزينات بالكامل وحصر جميع البنزينات، وتم المرور على الموقف والمواقف الفرعيه. الحمد لله في استقرار تام، في رضا بالتعديلات الجديده من جميع السائقين. الموقف الجديد لكل السائقين متواجد فيه بنفسه لما مررنا عليه النهارده الصبح ودلوقتي، وجميع السائقين موجودين والحمد لله في رضا، والحركه ماشيه مظبوطه، مفيش اي تغير في اي شيء في السائق، وكل سنه وانتم طيبين. والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. نشكر السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي لامن بشمال سيناء وزهر الارهاب من شمال سيناء، ونشكر السيد الوزير المحافظ خالد بيك مجاور على سعه صدره وطيبته، وصدر تعريفة الاجور في محافظه شمال سيناء، والسيد اللواء أسامة عفش تواجد معنا، والسيد قائد المرور محمود اللواء محمود بيدا هشان تواجد معنا، والسيد رئيس مباحث المرور تواجد معنا، وكل الجهات المعنية والجهات المختصة في المحافظة تواجدت في موقف الأقاليم بمحافظة شمال سيناء، وكل السواقين ملتزمة بقرار السيد الوزير المحافظ، وكل الناس مرتاحة على هذه القرارات، ونحن نشكر جميع الجهات الأمنية وجميع الجهات التنفيذية وعلى رأسهم السيد الوزير المحافظ شمال سيناء، نشكر له ونحب أن نحن نتقرب إليه أكثر وأكثر لأنه هو راجل محترم وطيب، ونشكر السيد الوزير المحافظ على تعريف الأجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وحيد عبد الهادي مشرف الاجهزه الطبيعيه لمدينه تموين شمال سيناء. فور تحرك الاسعار صباح اليوم الساعه 3 صباحا، قامت مديريه التموين بتشكيل حمله تموينيه مكبره للرقابه التموينيه باشتراك مع مباحث التموين للمرور على جميع المحطات بدائره محافظه شمال سيناء، وتم ترصيد جميع المحطات المنتج عشان يتباع مثلا بالسعر الجديد، وطبعا العربيات بتتمون بسهوله ويسر وجميع المحطات حتى الاسعار الجديده، وفي قبول تام من العربيات، مفيش ادنى مشكله، واحنا مع المواطن مفيش ادنى مشكله الحمد لله تعالى. هذا الوضع مش تمام.